نقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. يريد أن يركز على هذا الأصل في الواقع، يعني الدور القيادي لهداية الأمة وأداة الهداية الأساسية بعد التعليم بعد الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الزيارة هذه أيضا من الزيارات المعتبرة، يعني التي ذكرها ابن قولوي في كامل الزيارات، مو أنه يعني نصها ضعيف، نصها من النصوص المعتبرة، رواها الشيخ المفيد في مزارة، رواها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، فهي تتكرر في عدة مصادر قديمة عندنا في الواقع. فإذن دور الحسين في الواقع كدور آدم في مقارعة إبليس رأس الطغاة في زمانه، في مقارعة نمرود كما إبراهيم كان يقارع نمرود، في مقارعة تشبه مقارعة موسى لفرعون زمانه. لاحظ هذا الدور الذي الأساس الذي كان لأنبياء الله عز وجل. وطال صبري بلهيب الجواب، لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وأنا في رحيلي، حاير دليلي على جمر النوى، تحن روحي لثرى نينوى، وفتية قضوا ليبقى اللواء، يا جد حاير أنا والرزايا، كلكم ضمايا ولا طفل ارتوى. حسين في الواقع هو في علمه هو وارث لعلم الأنبياء، يعني نحن نعتقد صحيح أن النبوة تنتهي، لكن كما قال رسول الله لأمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن أن كل ما يمتلكه هارون من علم أنت تمتلكه، فقط هو نبي أنت لست بنبي. فإذن الإمام الوصي عندنا في الواقع يمتلك ما يمتلكه الأنبياء من قدرة علمية، خلى النبوة عدا النبوة في الواقع. فهذه الوراثة يعني الهمزة الوصل بين الأرض والسماء الحسين، ولذا كان وارث الأنبياء.